هذا ودعت لجنة الاعتصام السلمي المواطنين للتعاون مع السلطة المحلية لمكافحة المخدرات، وأقر الاجتماع وضع خطة وبرامج لزيارات ميدانية لقيادة لجنة الاعتصام بالمهرة إلى جميع فروعها بالمديريات، كما أقر الاجتماع اعتماد افتتاح المقر الجديد لمنظمة المرأة. لهذا آملين من واقع اجتماعنا هذا، إذ أننا قادمون في هذه المرحلة على عمل جدا يتطلب رفع الدرجة إلى أعلى مستوى من اليقظة والانتباه لكل ما يجري ولكل ما يحول حولنا من مؤامرات أو مكايد، سواء كانت لهذه المحافظة أو للبلد بشكل عام. فإحنا بالنسبة لنا مثل ما كنا وسوف نبقى، وإن شاء الله بإذن الله بأبنائها وقيادتها ولجنة الاعتصام سوف نخرج هذه المحافظة إلى بر الأمان، لأننا نعرف البحر ومجاريها، وسوف نكون النواخذة اللي يوصلوها إلى بر الأمان، وسوف نكون بالمرصاد للذي تسول له نفسه أن يخرب المهرة أو أن يعمل شيء لا نقبله. فإحنا بالنسبة لنا كبير وصغير كلنا بالمرصاد من أجل حماية المهرة ومن أجل عزتها ومن أجل سيادتها.